مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حكايات آدم وحواء. محلاها عشت العزوبية، أعزب وافتخر، بلا جواز بلا وجع دماغ، أنا كده مرتاح. عبارات جديدة على ودنا بنسمعها وبتتكرر كتير قوي في الفترة الأخيرة في مجتمعنا. زمان كانت البنت لو وصل سنها لـ30 سنة بنقول خلاص فاتحة قطر الجواز، ويا ترى ما اتجوزتش ليه لغاية دلوقتي. الولد كمان لو كان سنه يوصل 35 كنا بنحس ان فاته قطر الجواز. ابائنا وامهاتنا واجدادنا كانوا بيدوروا للبنت على عريس وللولد على عروسة وهم في سن مبكرة جدا عشان يلحقوا يشوفوا ولادهم وولاد ولادهم كمان. الوضع تغير تماما النهاردة، اصبحت البنات والشباب ايضا عازفين عن الزواج. بنلاقي البنت يوصل سنها لـ40 سنة وهي ما اتجوزتش ولكنها مبسوطة وسعيدة في حياتها. لما نقرب منها ونسألها تقول أنا كده مبسوطة قوي، مش ناقصني أي حاجة ومش عايزة وجع دماغ. الشباب أيضا بيصلوا النهاردة لسن كبيرة وبرضو مش عايزين يتجوزوا، والإجابة أوجع دماغي ليه. الجواز طبعا في حد ذاته تجربة فردية ما نقدرش نحط لها حل عام، علشان كده النهاردة عايزين نناقش الجواز بشكل عام وموضوعي بعيد تماما عن أي انحياز أو عن تجربة شخصية. مشكلة النهاردة أو موضوعنا اللي هنناقشه موضوع عزوف الشباب والفتيات عن الزواج، علشان كده منورنا في الاستوديو الإعلامية والباحثة في شؤون المرأة الأستاذة نورهان شبل. بنرحب أيضا في الاستوديو بالدكتور حسام الدين أمين استشاري الصحة النفسية. أهلا بحضراتكم. يا ترى الشباب والبنات مش عايزين يتجوزوا ليه النهاردة؟ نبدأ بنورهان. طيب انا هاخد من كلام حضرتك انك قلتي في الاول ان اهالينا وزمان كانت البنت لو وصلت لسن 20 سنه دي كارثه. يعني ايه انا بنتي تقعد لغايه 20 سنه ما اتجوزتش؟ بلاش 20، خليها 30. لا لا والله لا، في فتره مثلا احنا بنتكلم في بدايه الالفينات في التسعينات كانت البنت اللي عندها وانا شفت ده كتير. أوكي. بنت وصلت ل20 سنه فدي يعني كارثه. ليه كان ده بيحصل زمان؟ لان كان زمان ما بيهتموش قوي، هم زمان قوي يعني التسعينات والالفينات دي مش زمان. زمان مش بعيد على فكره. مش زمان خالص، بس انا بتكلم لغايه الفتره. يعني من فتره سابقه ليست ببعيده لحد الفتره دي. بعد كده في حصل طفره رهيبه، بس احنا بنتكلم لحد اخر التسعينات وبدايه الالفينات كانت البنات بتتجوز لحد 20 سنه بس. ليه؟ لان كان التعليم وقتها مش قد كده. يعني البنت دلوقتي تقول لك يعني هتاخد ايه من التعليم؟ مش محتاجين التعليم في حاجه، هتتجوز وتخلف وتقعد في البيت. ده لغايه بدايه الالفينات. حصلت الطفره بقى، دخول السوشيال ميديا والانفتاح الرهيب والحاجات دي كلها خلت الاهالي تبقى عايزه اولادها يتعلموا افضل. الوعي زاد، فالبنت بقت بتتعلم. على فكره يا نورهان، انا بس عايزه يعني اخد وقفه هنا. احنا بنات ما تقدري تقولي ان الجيل حتى جيل السبعينات كله متعلم. امهاتنا كانوا بيشتغلوا ومتجوزين، لكن اعتقد ان قيمه الجواز في حد ذاته وخطوه الجواز كانت مهمه، كان ده سبب بالتوازي مع التعليم والعمل، لان في طفره حصلت زي ما قلت لحضرتك في الانفتاح والسوشيال ميديا. اوكي. فبقت الاهالي اللي بتعلم ولادها تعليم متوسط بتاعت تعليم عالي، اللي بتتعلم تعليم عالي لا ده انا ممكن اسافر وبنتي بره. ده بقى في مجال فرص اوسع في الشغل، وفي عهد كمان الرئيس السيسي بقت المجالات للمراه متاحه بشكل كبير. فبقت تقدر الست من وهي بنت صغيره تتقلب مناصب كبيره، وشفنا ده كتير. فبنت تيجي دلوقتي تبقى عندها حياتها وماديا مستقله، اجتماعيا مستقله، فتتجوز ليه بدري؟ تقول لك انا اشبع من الدنيا، اشبع اعمل احقق ذاتي وبعدين اتجوز بقى واعمل عيله. وجهه نظر. طيب دكتور حسام، من وجهه نظرك عزوف الشباب والفتيات عن الزواج؟ الحقيقه دي احنا بنقول عليها مشكله. ومشكله قلبت الى ظاهره. اوكي. وعشان نقدر نعالج اي مشكله في الدنيا لازم نعرف هي كانت ماشيه ازاي وايه التحولات اللي تمت فيها. ببساطه جدا طبعا. احنا كان عندنا حضرتك رؤيه في الاصل للزواج ما كانش فيه اساسا حاجه اسمها مشكله اساسا في يوم من الايام من زمان. بس كان عندنا في فرق كبير جدا ما بين الزواج في الارياف في المحافظات اللي هي اكتر فيها بعيد عن العاصمه بالظبط كده والمدن. طبعا كان في تكنيكس مختلف تماما شويه. الحقيقه في ارتباطات لازم نعرفها من البدايه بتتم ازاي. يعني بمعنى ايه حضرتك؟ الزواج اساسا دي فطره، يعني ما فيش حاجه اسمها. بمعنى ايه؟ يحصل خلل.
لما الإنسان ما يتزوجش يحصل خلل نفسي. المادة جزء من تركيبة الإنسان، الإنسان ليه حاجتين، تركيبة نفسية وتركيبة مادية حسية. يعني أنا أقصد يعني الزواج، يعني الزواج ده فيه علاقتين، إن أنت النهاردة الجسم مكون من حاجتين، من بدن ونفس. صحيح. النفس دي أساسا محتاجة، محتاجة تتحب وتحب، محتاجة العواطف، محتاجة حاجات كتير جدا. في جزء تاني إنها تاكل وتشرب وتستخدم الماديات في الحياة. لما بيجي جزء على جزء لازم الجزء ده هينهار حتى لو مش معلن، ودي نقطة مهمة جدا. يعني حضرتك طبعا دي دراسات احنا متخصصين فيها جدا، يعني بمعنى ايه؟ مفيش امرأة في يوم من الأيام ما تزوجتش وما كانش عندها مشاكل نفسية، حتى لو ما أعلنتهاش، حتى لو بتتظاهر، إنما بتعاني جدا. ودي حاجة سيكولوجية متعرف عليها في الدنيا كلها، وربنا خلق الإنسان على كده. لكن تعال نشوف المشكلة ازاي حصلت عندنا هنا في مصر. الرجل ايضا يا دكتور بيعاني مشاكل نفسيه اذا لم يتزوج جدا. بس خدي بال حضرتك هنا بنقول ايه، هو بيعزف بس وجود دوافع اخرى تخليه، يعني هو عايز بس مش عارف. المشكله حصلت ازاي حضرتك؟ حصل مش للتعليم ولا اي حاجه من دي خالص، لا. ما فيش مشكله كانت في الدنيا تحصل في اسره وبين الزواج الناس تعرفها كلها، يعني انا اسف جدا، يعني حضرتك دي عيله بين عيلتين، طب ما اقصى حاجه يمكن الجيران وخلاص، انما الاقي مصر كلها عارفاها بينشروها على السوشيال ميديا وفي الجروبات والمشاكل. لا يعني اي مشكله، اي مشكله ما بين زوج وزوجه او اي حد كده والطلاق والكلام ده كله، الاقي مصر كلها عارفاها. طب انا اسف جدا، عمر ما مصر كانت يعني في حاجه اسمها اي مشكله تحصل الناس كلها تعرفها، انا مش فاهم. يعني دي طبعا حته خطيره جدا. هنا اتولد حاجه في النفس البشريه اسمها الخوف. ايوه، الخوف من طبعًا تجربه الزواج. لا انا شايف كل اللي حواليا بيفشلوا فشل ذريع، وشايف السوشيال ميديا مليانه زوجه يعني بتزم في زوجها وزوج بيزم في مراته، والحياه فاشله وبلا وجع دماغ، فانا كمان ما اتجوزش. نيجي ندخل بقى نشوف ايه ازاي المجتمع بيعظم الجزء ده بقى اللي هو ايه الخلاف ده، رغم ان المشاكل دي كانت موجوده يا دكتور قبل عصر السوشيال ميديا والانتشار اللي حضرتك بتقول. محدش يسمع عنها، يعني عارفه محدوده، لان المعلومه تتنقل في حدود قليله جدا، مش مصر. ويا دكتور بس هاخد من حضرتك ان حتى زمان لما كانت بتحصل مشكله والست او الراجل بيلجأوا لحد، كان بتبقى في نطاق الاهل، وبتبقى الحلول موضوعيه، وفي خلال ايه إني لازم نعيش، لازم نحجي على بعض، لازم نبقى النهارده بتاخد راي مصر كلها، كل المتابعين وكل اصحابها على الفيسبوك في مشكله هي وجوزها، وبتبقى مين ردود الافعال بقى؟ السيدات اللي عندها مشاكل نفسيه، السيدات او يعني احنا بنتكلم بقى في جروبات السيدات وبتاع، واسوه بذلك. ودي بقت حاجه غريبه جدا يا دكتور، ان بقت الرجاله هي اللي بتعمل كده. يعني انا طول عمري اعرف ان السيدات هي بتزن، بترغي، بتلوك، بتحب تعمل تحكي كل حاجه، والرجاله صامتين طول الوقت. دلوقتي بقى العكس يا دكتور، بقت الرجاله طول الوقت بتصيح على السوشيال ميديا، وطول الوقت ما هي بتصيح يا نورهان، ممكن رد فعل، رد فعل هي إيه؟ رد فعل كمان لشكاوي الستات على السوشيال ميديا. ما احنا مش عايزين نظلم الراجل برضه، ما طول عمرها الستات بتعمل مشاكل، طول عمرها الستات بتصيح. يعني طول عمرنا بنصيح. ايه اللي حصل خلى الرجاله كمان بتصيح؟ ايه اللي خلى الرجاله طول الوقت انا عملت كذا وكذا مع مراتي النهارده، انا مش عارفه ايه؟ فالرجاله كل اللي متغاظ من مراته، كل اللي متضايق طلقها، سيبها، اعملها. طيب نورهان، دكتور حسام، الحلقه الظاهر بدات تبدا تفاعليه، وعندنا مداخلات كتيره على الهوا. هنبدا ناخد احمد معانا، احمد من السويس. مساء الخير يا احمد. طيب احمد لسه معانا؟ اوكي، اتفضل يا احمد. مساء الخير. طيب انقطع الاتصال، هيدخل معانا مره تانية. طيب اوكي، يعني نورهان دلوقتي انت شايفه ان السوشيال ميديا اثرت تاثير بشع على الجواز. بقت طيب دي على الجواز ولا الناس اللي اتجوزت ولا على العلاقات الزوجيه القائمه حاليا؟ ما هم كلهم ريليتد لبعض. ما هم المتجوزين طول ما هم قاعدين بيشتكوا من بعض، المتجوزين دلوقتي اصبحوا بيدوا صوره سيئه عن الجواز. وعايزه اقول لك بقى حاجه يا استاذه دعاء، يعني الناس الستات او الرجاله اللي طول الوقت بيشتكوا من بعض، لما بيكونوا في بيوتهم ومقفول عليهم باب بيبقوا منتهى اللطافه، ولكنه الشو الاعلامي. طيب احمد رجع لنا دلوقتي. مساء الخير يا احمد. مساء النور، ازي حضرتك؟ اهلا بيك، اهلا بيك يا احمد. اهلا بقى، قولي يا احمد انت متجوز؟ بصراحه موضوع الحلقه
استفزني يعني بشكل ان انا حبيت ان انا ابقى عايز اتكلم. اوكي. انا وصلت لسن 47 سنه ومبسوط بحياتي كده بدون جواز، يعني مش عاوز اتجوز اوريدي يعني. ايه السبب يا احمد انك مش عايز تتجوز؟ التجارب، كل التجارب اللي حواليا اثبتت لي بما لا مجال للشك انه الجواز مشروع فاشل. طيب. عموما بعيدا عن اي حاجه يعني. كل التجارب، انا ما شفتش تجربه للزواج ناجحه، ولو التجربه مستمره. تجارب من اصحابك ولا تجارب ناس ما تعرفهاش؟ من الاثنين. ولو ولا تجربه زواج ناجحه يا احمد، ولا تجربه زواج ناجحه. لو التجربه مستمره بتبقى مستمره مش عشان الحب والعشره بتاع، لا مستمره من اجل الاستمرار فقط. علشان خاطر البيت والاولاد والعيال. لكن لو تيجي تسالي اي طرف من الاطراف، لا هو مش مبسوط في حياته في الجواز. ولما تيجي كده هو تيجي واحد يقول لك انا عايز اتجوز، فتلاقي رد اللي مش متجوز، الواحد لو مش متجوز عاوز يتجوز، لا رد المتجوز يقول لك اوعى خليك يا ابني مبسوط بحياتك كده. ده بجانب بقى انه في تجارب كتير الواحد شافها عموما. انت حاولت ترتبط؟ طيب يا احمد، يعني كان لك مثلا علاقه بفتاه حبيت تتقدم لها قبل كده يعني تخطبها؟ خطبت حوالي مرتين وبرده ما كانش في راحه للموضوع عموما. ده بجانب ان انا اساسا ممكن يبقى عندي عقده معينه، لانه احد الناس او البنات اللي انا ارتبطت بيها كانت مرتبطه بيا في نفس الوقت على علاقه بواحد تاني. ممكن ده يعني سبب لك نوع من يعني زي ما نقول عقده او مشكله نفسيه او اثر نفسي يعني سيء. مش حكايه اثر نفسي بس، هو حكايه انه فعلا لو انا بقول ان صوابعك مش زي بعضها، هاتي اي واحد متجوز واساليه انت متجوز، انت مرتاح في حياتك الزوجيه، وشوف رد. بص، هو احيانا يا احمد الناس بترد بشكل يعني بشكل يعني انت عارف احنا طريقتنا بنرد بشكل كوميدي، بنرد بشكل انا كده كده. عمرك ما تسال حد انت مرتاح في شغلك ويقول لك مرتاح، ولا في جواز ويقول لك مرتاح. يعني هو بيرد بشكل اهي ماشيه، هو بيقولها وهو مش مبسوط. اللي يخليه يطلع كلمه زي دي وهو من جواه حاسس، هو من جواه الكلمه دي طلعت بناء على الحاسس دي. طيب اوكي يا احمد، هنسمع دلوقتي تعليق نورهان ودكتور حسام على. بس انا عايزه اقول حاجه، ان فكره ان حد يوصل ل 47 سنه بدون زواج، انت عشت من التجارب بما يكفي. طبعا مش اقصد استاذ احمد، انا بتكلم عامه. انت عشت بما يكفي من التجارب، حبيت وتحبيت وعلاقات ورحت وجيت. انت في السن ده انت محتاج يبقى عندك بيت واسره وحياه، لانك بدات تكبر في السن، اهم من انك تحب وتتحب. وفي نفس الوقت انت عمرك ما هتتجوز ست وهتطلع سيئه كده لوحدها. لازم هيكون في فعل ورد فعل. ففكره ان الاشخاص، واتمنى ان الدكتور يكون طيب دكتور حسام، حضرتك دلوقتي يعني اللي سمعناه من احمد هو يعني بيجيبنا للسؤال اللي بعد كده. حضرتك شايف ان اهداف الزواج اختلفت؟ يعني زمان كانت الناس بتفكر في السكن، الموده، الرحمه، تكوين الاسره، يبقى عندي ولاد، الاستقرار النفسي، يتجوز. كنا بنسمع اصل هيكمل نص دينه، اصل هتستقر نفسيا، بيت العدل. ده كله راح فين يا دكتور؟ بقينا النهارده بنسمع اصل صاحبي قال لي الجواز سيبك بلا وجع دماغ، فهو مش عايز يتجوز. حضرتك رايك ايه؟ اهداف الزواج اختلفت؟ بص حضرتك، هو كلام الاستاذ احمد ده كلام فعلا عام عند الاجيال دي. اجيال جيلين ثلاثه كده ورا بعضيهم كده جم كلهم راكبين على بعض كده. بص حضرتك، اي واحد في السن ده بيعمل ايه؟ هو في الاصل ما يعرفش ايه هي اهدافه هو شخصيا. ليه حضرتك؟ تعالي نتكلم بقى عشان نبين نقطه الضعف فين. اولا اي حد عايز يتجوز لازم تكون عنده اهداف، سواء رجل او ست. اهداف يعني ايه حضرتك؟ مفيش حاجة اسمها ست كاملة في الدنيا ولا راجل كامل في الدنيا. وبعدين سقف التوقعات يا دكتور بقى عالي جدا. انا ملاحظة دلوقتي من كلام محمد ان هو متخيل ان الجواز ده حياة وردية، مفيهوش أي شكاوي، مفيهوش أي مشاكل، كل ما يسأل حد يقول له والله يا عايشين، والله يا سيب الرب يلاقيه. فدي بالنسبة له، ده اللي أنا كنت بقول لك عليه، دي بالنسبة له هو مش عايز يتجوز. وبعدين تلاقيهم في البيت لطاف قوي مع بعض. ولطاف جدا. طب يا جماعة ما تظهروا جنب السيء. أنت نقلت تجربة سلبية. حلو. ما أنا بقول له أنا عمري ما سمعت حد بيتجوز ويقول الله أنا مبسوطة. دايما بنقول أهي ماشية أهي، يعني مش لدرجة إن إحنا يعني يتراجع تماما يا دكتور الهدف من الزواج، تكوين الأسرة، إعمار الأرض، الأبناء، الاستقرار النفسي، في مجرد إن صاحبي ولا صاحبتي ولا حد كتب على السوشيال ميديا يا عم بلا قرف ولا بلا وجع دماغ. اسمعي لي حضرتك، معلش أنا آسف جدا، أنا هقولها لحضرتك كأرقام. طيب دكتور حسام هستأذن حضرتك برضه. معانا محمد من اسكندرية.
السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك. اهلا بيك، اتفضل يا محمد. والله انا بص انا عندي 43 سنه. 43؟ ايوه. اتجوزت منذ 22 سنه. حضرتك متجوز من 22 سنه؟ من 22 سنه. طيب استاذ محمد بس تعالي صوتك شويه عشان اسمعك. وحصل انفصال كده من 3 4 سنين. اوكي. انا التجربه اللي انا درستها يعني انا كرهت فكره الزواج دي تاني نهائي. لان ايه، بس هو برضه في الاول وفي الاخر ده رزق من عند ربنا. اوكي، يعني حضرتك رفضت فكره الجواز تاني مره تانيه؟ تاني اه. ايوه، بس ده رزق من عند ربنا. اوكي. تمام، فقلت مثلا اي واحد بيشوف ان هو الاخ اللي كان بيتكلم قبل مني بيقول ان انا اتعقدت ومش اتعقدت، صعبهم ازاي بعضها. طب دلوقتي يا استاذ محمد اي حد بيسالك مثلا شاب او قريب ليك صاحب ليك يعني داخل على جواز، بتقول له ايه؟ ما تتجوزش ولا بتقول له؟ لا، بقول له ربنا ده رزق من عند ربنا برضه. بقول له ربنا يوفقك، ده رزق، دي عمليه ارزاق، ربنا يوفقك. طب ده شيء جميل يا استاذ. هم الشباب بقى بيجي اللي بيتجوز بقى بعد كده بيجي يحكي يقول له والله انت كده مصدق، رايح دماغك ومصدق دماغك. بيدي صوره وحشه وصوره سلبيه عن الجواز. نعم؟ بيدي صوره وحشه وصوره سلبيه عن الجواز. اه. لا بس دي ارزاق ربنا سبحانه وتعالى، دي ارزاق. اوكي، بشكرك يا استاذ محمد، شكرا جزيلا. طيب هو برضو لسه دلوقتي بيناقش فكره انه الجواز واللي بيفشل في تجربه بيعممها على الاخرين. بص يا فندم، اي حد هيتكلم او مش هيتكلم حد، في حاجه اسمها التوافق. يعني ايه التوافق؟ التوافق ده موضوع كبير جدا. التوافق الاجتماعي، التوافق الفكري، التوافق العاطفي. دي اسمها توافقات. بمعنى ايه حضرتك؟ الواحد يقول لك انا هتجوز واحده جميله او هتجوز واحده او اي ان كان. يا فندم اي حد انت هتختاره غير متوافق معاك ومناسب لك، انا اسف جدا في اللفظ بقى عشان نصحح مفاهيم كل الناس. ايوه، التوافق ده هو 80% من سر النجاح. اللي هو التفاهم يا دكتور؟ لا، التوافق غير التفاهم. التشابه بين الاشخاص في الصفات والطباع. مش بس يا فندم، لا، التوافق ما بين الاسر ببعضها. خدي بال حضرتك. اجتماعيه. طبعا. ليه حضرتك؟ اولا انت عندك جالك اولاد. اهلك حضرتك غير اهله. لو حصل ما فيش توافق هيحصل تنافر. فما فيش حاجه هتبقى يعني مظبوطة. يعني فكره ان هم يكونوا مؤسسه جواز. يا فندم اساسا لما انا يعني واحد هيتجوز حد، انت بتاخدي واحده طالعه من بيئه معينه. كويس، لازم قبل ما تاخديها تدرسي البيئه. مش تدرسيها هي. لان هي لا تنم لوحدها عن معنى. انا هخطب واحده مثلا. لما اروح اعرف ايه علاقتها بابوها وامها، علاقتها باصدقائها، علاقتها باخواتها، تصرفاتهم عامله ازاي، البيئه اللي خارجه منها. لو دي غير مظبوطه مش هتنفعني. يبقى لازم اكون عندي العلاقه دي. المشاعر احيانا يا دكتور والحب بيغطي على حاجات كتير. لا، ما هو للاسف الشديد دي حاجه اسمها لحظيه. ليه؟ برهان، ايه رايك؟ انا برضو هاخد من رأي من كلام الدكتور. فعلا انا شفت حالات زي كده، ان لما بيجي عريس ويكون فيه علاقه. لا، انا عايزه اعرف رايك الشخصي. لما بيكون في عريس رايح يتقدم لبنت واهلها، تلاقي الام هي اللي مسيطره. يعني تلاقي الام هي اللي قاعده، هي اللي بتتكلم، هي اللي بتناقش، هي اللي بتقول هنجيبه هنجيبه هنجيب. تلاقي العريس سحب نفسه وخاف ويقول لك ايه، دي امها اللي ماشيه البيت، انا ما اقدرش اتجوز واحده امها اللي ماشيه البيت. فلما اتجوزها هتمشيني. احيانا ده بيحصل. لكن احنا لو هنتكلم بشكل عام، هو يعني فعلا فكره ان احنا لازم نبقى متوافقين، بس بيبقوا متوافقين وشبه بعض وحب عمر كل حاجه، وبيتجوزوا وبيطلقوا بعد شهر وشهرين، وبعد فتره اول ما بيصطدموا بعيوب بعض الحقيقيه الموضوع بيختلف تماما. فعشان كده انا اتمنى ان اللي يتجوزوا ان تحبوا عيوب بعض قبل مميزاتكم. عشان احنا فعلا زي ما حضرتك قلتي، احنا بني ادمين فينا عيوب ومميزات. فحب عيوب الشخص وحب عيوبها قبل مميزاتها، عشان لما تتجوزوا ما تصطدموش. بصي، انا بشوف دايما ان فتره بعد ما تتجوزوا دي، مؤسسه زواج دي لها قواعد تانية تماما غير الارتباط. وقبله هنكمل هنكمل مع بعض، موضوعنا مهم، تابعونا ولكن بعد الفاصل.
رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. طيب نورهان، عايزه ارجع لك مره تانية. بنسمع في الاعلام والسوشيال ميديا بعض برامج المراه للاسف تصريحات بتقلل من شان الزوجه والمراه وعملها في بيتها وعطائها لاسرتها، وان هي لازم تتحرر من كل الاعباء دي، ولو عملتها بتبقى ده ضغط عليها وده ظلم للمراه. البعض احيانا يطالب بان المراه يكون لها اجر على عملها في المنزل او ارضاعها لابنائها، او دور الام عمال يتراجع، ودور الزوجة أصبح يعني عايزة أقول إنه الزواج في حد ذاته أصبح علاقة منبوذة مكروهة، محدش عايز يقرب له. ده بيأثر طبعا على البنت وبيخليها رافضة الجواز، أو بتقدم رجل وتأخر رجل زي ما أنت بتقولي، أو متطلبة قوي، أو عايزة تفرض شروطها لحد كبير، وبالتالي بتكون النتيجة إنه بيعدي بيها الوقت، بتصل يمكن لأربعين سنة أو أكتر وهي لسه ما اتجوزتش. ايه رايك يا نورهان في تاثير الاعلام والسوشيال ميديا؟ بأدين وبشده وبشده النوعيه دي من البرامج، بأدين وبشده النوعيه دي من الشخصيات اللي بتطلع تتكلم بالطريقه دي. حلو انك يبقى عندك انك تتكلمي عن حقوق المراه. طيب هل نشرت فعلا زي ما انا بحس حاله من العدائيه بين الرجل والمراه؟ ده مش عدائيه، ده بقت كارثه. ده بقت في شحن، وان انا وان انا اتربص له وهو يتربص لي، انا اقف له على الواحده وهو يقف لي على الواحده، وبالتالي طبيعي انها تفشل العلاقه. على الرجال اللي بيبقى، وبعدين انا هقول لحضرتك حاجه، اتفضلي. الموضوع دلوقتي بقى سبوبه، ما بقاش فكره انا بعرف الست حقوقها والراجل يقول لك انا اعرف الراجل حقوقه. فيطلع بعض الشيوخ وبعض الرجال وتطلع بعض الفيمينستات او بعض السيدات، على فكره كلمه فيمينست، واحيانا تكون الـ يعني اللي بيكتب كده او بيطلع يقول كده هو متاثر بتجربته الشخصيه اللي هي ممكن تكون فاشله وما عندوش تجارب اصلا، على فكره ممكن يكون مقضيها وعايش حياته جدا وما فيش اي حاجه احيانا، لكن بيسقط هو عايز. طيب هو عايز. طيب نورهان، احنا عندنا مداخلات كتير. هاجر معانا، هاجر على الهوا. هاجر مساء الخير، اتفضلي هاجر. مساء النور، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. اهلا بيكي. بصي، هو انا بشوف ان زي ما بتقول بالظبط، الموضوع بقى سبوبه والناس بقت مش مؤهله اصلا ان هي تفتح بيت. الست بقى ليها ميول، الراجل بقى ليه ميول، الراجل عاوز ست تربي وتعمل اكل، الست عاوز تقعد وتتدلع ومن حقها. نورهان طبعا. نورهان عايزه اسالك، عندك كام سنه؟ هاجر عندك كام سنه؟ 27 سنه. 23؟ 7. 27. مرتبطه يا نورهان؟ متجوزه او لا؟ لا مش مرتبطه. مش مرتبطه. طيب كملي كملي يا هاجر، انا سامعاكي. دلوقتي الست بتشوف مثلا ان هي معاها فلوسها، بتشتغل، بتقدر تروح تيجي تسافر. التفتح خلى ان القيود غير زمان. دلوقتي الست ممكن ترجع متاخر، زمان كان لا لازم من المغرب، شايفه انه الجواز هيربطني. طيب بتشتغل معاها فلوسها، بتخرج تتفسح، هل دي حاجات تغنيها عن الزواج يا هاجر في وجهه نظرك؟ تغنيها عن تكوين اسره واستقرار وابناء؟ مع الكلام ده خالص، انا شايفه ان البنت زي ما ربنا خلق فيها الفطره، خير متاع الدنيا الزوج الصالح ان هي تكون اسره وتربي اولادها على ان هم يبقوا ناس صالحين في المجتمع، بدل ما احنا بنشوف عاهات بسبب عدم التربيه او عدم التربيه الكافيه. لكن هي بتشوف ان هي هتسافر، هتروح، هتيجي، الراجل هيخنقني، هيقيدني. خصوصا ان بقى مؤخرا كمان فكره الامومه مش عند كل البنات، ودي بقت مشكله. لا انا مش عايزه اتعب في الحمل، لا انا ربي يصحيني من النوم، هيخنقني، هيربطني، مش هعرف اخرج، مش هعرف اجي. فطبعا دي بقت كارثه. طبعا هي خايفه على حريتها، وخايفه على شكلها، وخايفه على جسمها، وماشيه ضد الفطره للاسف. للاسف، لان طب حضرتك الافكار اللي حوالينا. هاجر انت رايك ايه في الشباب دلوقتي؟ انت رايك في الشباب؟ انا شايفه ان الشباب دلوقتي محتاجين يعيدوا النظر في دينهم، يعيدوا النظر في اخلاقهم، يعيدوا النظر في قيمهم، لان بجد يعني والله ضاع الشباب بتاعنا حقيقي، الا ما رحم ربي. شكرا يا هاجر، اشكرك شكرا جزيلا. هي وفعلا ان جزء كبير من الشباب ضاعوا، هي مش وهم للاسف مش شايفين ده. ليه؟ لان طول ما انت الرجل، انت القوامه. احنا عارفين يا جماعه ان هو الرجل وهو القوامه وكل حاجه. انت وانت وانت، فبدات نبره التعالي والفوقيه عند الراجل بتعلى، ودايما شايف ان الست درجه ثانيه. فبيحصل ايه؟ مبدا الرفض. انا ما اترفضتش، انا ما فيش واحده تقول لي لا، انا اعمل علاقه زي ما انا عايز. انت بتتبني دلوقتي وجهه نظر الرجل. طيب لا بالعكس، ده انا ضد فكره الفوقيه. انا ضد فكره انك تتعامل بفوقيه مع الست وتقول للست انت درجه تانية وانا درجه اولى، فيبدا مبدا الرفض. فنشوف حالات القتل ولمجرد ان البنت قالت له مش عايز، زي نيره والبنت اللي كانت بعدها وغيرهم وغيرهم. بس دي برضو يعني حالات فرديه، امراض نفسيه مش عايزين نعممها ابدا، ولكن بيحصل زي ما بتقول يا نورهان، بيحصل.
طيب دكتور حسام، عايزه ايه تفتكر حضرتك التاثير النفسي للتصريحات اللي بتطلع في الاعلام والسوشيال ميديا، العدائيه بين الرجل والمراه، ان هم يتربصوا ببعض، ان هم يرفضوا بعض، يرفعوا سقف التوقعات جدا للجواز، اثرها ايه بعد كده؟ هو الحقيقه انا شخصيا يعني بحط علامه استفهام حول بعض نماذج الشخصيات الموجوده في المجتمع اللي هي قد تكون معروفه مؤثره او بتتعرض لشيء هم ما لهمش دور فيه خالص. بمعنى ايه؟ انت لا ليك صفه، لا ليك صفه ان انت تدي حقوق ولا تدي واجبات ولا حاجه خالص. يعني معظم الناس اللي انا قريت لهم هذا الكلام مش شايف لهم اي وزن في المجتمع من ناحيه لا تشريع يعني ولا تقنين ولا حاجه خالص، انه غير او انه او انها يعني غير مؤهل، لا ولا حاجه خالص، لا طبيا ولا تشريعيا ولا قانون ولا حاجه خالص ولا نفسي. ثانيا، حقوق الرجل والمراه اقرت من 1400 سنه. انا اسف جدا. بص حضرتك، اي رجل في الدنيا، طيب دكتور حسام انا هقطع حضرتك للاسف، بس معانا كم هائل من المداخلات. هناخد حسام من الجيزه. شهاب من الجيزه، مساء الخير يا شهاب، اهلا بيك، اتفضل. ممكن اشترك من برنامج؟ الو، ايوه انت معانا يا شهاب، اتفضل، مساء الخير. انا بكلم الدكتور حسام امين. افندم، انا بكلم الدكتور حسام امين. دكتور حسام مع حضرتك، سامعك يا شهاب، اتفضل. الموضوع شيق جدا، وفي حاجات كتيره قوي في البرنامج كويسه، يعني مثلا ايه مش عارف يتجوز ازاي مثلا، ده في حاجات كتيره بتنجح، مثلا زي التوافق المادي، ان مثلا الانسان يفتح بيت ماديا يعني وقادر على الموضوع ده، وكمان كمان التوافق الذهني والثقافي بين الطرفين والعاطفي يعني. يعني كل متوافق يدي حاجات ناجحه في الموضوع ده. تمام. توافق ذهني وثقافي وتفكير كمان من الطرفين. ما ينفعش طرف واحد يعني. هو دكتور حسام كان بيكلمنا انه كل ما كان في توافق بين الطرفين كل ما كان علاقه الزواج انجح. في كل التفاصيل بتاعتها يعني. صحيح. ما ينفعش من طرف واحد يعني شخصيه تفكير شخص مختلف عن تفكير شخص ثاني. فلازم يكون الطرفين طيب. انت عندك سؤال يا شهاب عايز تسال الدكتور حسام سؤال؟ هو ده عشان تبقى العمليه ناجحه يعني. اوكي صحيح. شكرا يا شهاب، شكرا جدا لمداخلتك. طيب ارجع تاني يا دكتور حسام، اتفضل حضرتك. بص حضرتك، احنا وصلنا لان حقوق المراه والرجل ورثيه من 1400 سنه معروفة. كويس. في حاجه اسمها التنازل. والتنازل ده مش محتاج حد يقوله لي. اضحي بايه، اعمل ايه، كلما كان التوافق موجود انا النهارده بدي اكتر من اللازم. يعني التنازل اللي حضرتك تقصد التغاضي. لا يا فندم، بص حضرتك، يعني النهارده مثلا الزوج اللي بيقوم يغسل الصحون مع زوجته، حد قال له ولا ما قالوش؟ دي مشاركه. بصي بال حضرتك، هو احساسه. كل ما هو، بصي هقول لك على حاجه بس مش عايز حد يزعل مني. لا اتفضل حضرتك. عايزه تشوفي اي انسان، بصي في تحمل المسؤوليه من هو صغير بيعمل ايه؟ هل اهله علموه تحمل المسؤوليه؟ هل النهارده الاعتماد على النفس؟ ما انت هتلاقي الثغرات ديت اساسها اسره. هل هتلاقي حضرتك معظم الناس دي عندها ثقه في نفسها؟ واحيانا يا دكتور يكون هو مش عايز يتجوز عشان ما يتحملش مسؤوليه، ده ببساطه كده. هو وهي برده مش عايزه تتجوز عشان ما تتحملش مسؤوليه. ما هو خدي بال حضرتك، لازم ابقى انا عارف من الاول، انا اتدربت على كده. ما تاخدينيش في مره واحده تقولي لي هل النهارده الاسره هي، خدي بالك اللحظه دي ودي الثغره ما حدش عارف يرد عليا فيها في مصر كلها. بقول لهم ايه؟ بنتك هتتجوز؟ طب لو سمحت، او لو سمحت يا امها، هل حضرتك هيأتيها نفسيا للزواج؟ تقول لك ايه؟ مش فاهم حاجه خالص. هي عشان اساسا وصلت لسن كذا لازم تتجوز؟ لا يا فندم والله. طيب دكتور حسام، حضرتك دلوقتي يعني انا اسمح لي ارد عليك بقى، يعني اتخلى عن دور المذيع وارد عليك كأم. هيأتها للجواز؟ انا هيأتها. حضرتك عارف هيأتها ازاي؟ ايوه، اديتها رول موديل، يعني بالقدوه، يعني هي شافت امها بتعمل ايه في حياتها. انا مش هقعدها واديها كورس واديها درس واقول لها تعالي اعلمك بيتجوزوا ازاي. هي لو شايفه الرول موديل قدامها كويس، هي انا مش محتاجه اعلمها، انا علمتها بالمثل بالقدوه. واعتقد كلنا تربينا من امهاتنا، ما كانش وده اللي كنت هقول بالظبط يا نورهان. كلنا شفنا امهاتنا احنا لما اتجوزنا ما حدش علمنا حاجه، لكن استرجعنا الشريط
ماما كانت بتعمل ايه وبابا كان بيعمل ايه وفي اللحظه دي كنا بنعمل ايه. فمش لازم ماما، لو ماما وبابا علاقتهم سيئه عمتي وعمي خالتي وجوز يعني كان في رول، كان في قدوه. خدي بال حضرتك انا مش هاخد القدوه دي هي الاساس بتاعت الشغل. ليه؟ لان لو القدوه سيئه يبقى احنا بنحكم على الطرف ده بالنتيجه. لا يا فندم، بعد اذن سيادتك وانا اسف، انا يمكن دي تقريبا سابع او ثامن مره خلال 10 سنين انا كنت بعت مذكره من خلال. طب دكتور حسام انا اسفه برضو مداخلات كتيره جدا طبعاً. انا هرجع لحضرتك في نفس الجمله تاني. حسام من دمياط، محمود من دمياط. اهلا يا محمود، مساء الخير. ممكن اشارك في البرنامج مع حضرتك؟ طبعا اتفضل اتفضل. وحضرتك مشكله الجواز دلوقتي مشكله بقت صعبه جدا بسبب حاجات كتير. محمود انت كتير. انت عندك كام سنه ومتجوز ولا لا؟ انا عندي 35 سنه بس مش عارف اتجوز بسبب الضغوط اللي بتحصل. اللي هي يعني حضرتك بتروحي تتقدمي او الواحد بيروح يتقدم بيقولوا له قائمه حاجات صعبه مادية. جدا. انت بتكلمني على الضغوط الماديه. الضغوط الماديه وحاجات كتير والتعاملات نفسها يعني خلت الشباب بدل ما يعني يروح للجواز وكده يروح لحاجات تانية مش صح معايا. وكمان بيسمع كمان في الاعلام او مذيعات بيتبنوا حته ان البنت ما تتجوزش، البنت لازم مش عارف شخصيتها، البنت مش عارف كذا. خلوا البنات ياخدوا مود تاني خالص غير اللي اتعودنا عليه واهالينا اتعودوا عليه. خلوا البنات يعني ايه يعني البنات ايه يعني بقوا ايه يعني مذيعه تتكلم بطريقه كويسه مش كويسه عن الرجاله، اكن الراجل ده شيطان، اكن الراجل ده يعني حاجه خارقه او حاجه لا تحتمل. كانوا سبب يعني انت تقصد السوشيال ميديا وبعض الاراء في الاعلام مع احترامي الشديد لحضرتك هم بيستخدموا الحاجات دي عشان هم يبقى لهم شو اعلامي او حاجات زي كده. لكن هو مش الاصل كده، الاصل ان احنا نحاول نبني البيت المصري او البيت ما بين الزوج والزوجه اللي اهالينا اتعودوا عليه. ما كان اهالينا ما كانش عندهم سوشيال ميديا وكانوا عايشين ومخلفيننا ومخلفين ناس كتير. صحيح. فازاي يعني ازاي بقى ان دولك عمالين يعملوا حاجات كده ويبوظوا في الشباب بشكل ومذيعات معروفين طبعا. يعني هو يعني هو تقصد تقول تاثير الاعلام وهي ممكن تكون تجارب شخصيه او اراء خاصه او من حد غير مؤهل. بتمسك الموبايلات وبتتفرج على حاجات كتير. صحيح. يعني صح. بتسمع مذيعه زي كده، اما بنتي تسمع مذيعه زي كده ولا اخويا ولا بتاع مثلا يعني. فايه اللي هينتج عنه؟ هينتج عنه انه فعلا هيبقى شايف الولد ده كانه شيطان قدامه. اثر سلبي. الولد ده بيخرج ويشقى ويتعب يعني ويجيب فلوس عشان يكون بيت ويكون اسره وفي الاخر الاسره دي تتهد في ثانيه بسبب كلمه او حاجه او كلام فاضي يعني. طيب يا ريت المواضيع دي تتعالج بشكل قوي جدا. محمود محمود نسي نجمع ما بين احنا برضو عندنا عقل يعني. هي الدنيا مفتوحه والاعلام اصبح مفتوح والسوشيال ميديا مفتوحه. حضرتك دلوقتي فين بقى انا انتقي اسمع ايه سبب الطلاق اللي موجوده؟ احنا ما سالناش نفسنا ايه سبب نسب الطلاق؟ ليه ما كانتش في اهالينا اللي كان ايام زمان ما كانش فيه نت ولا تلفزيون ولا حاجات من دي والاهالي كانت موجوده وعايشه وعايشين باحترام وعايشين بكل ادب وكل ذوق ومخلفين اولاد ومطلعين دكاتره وحاجات كتير ومهندسين وربوا اسره وعمل اسره. دلوقتي اتفرجي على الشباب دلوقتي عامل ازاي. ده كلام جميل يا محمود. يعني انا شايفه ان انت دلوقتي لسه بتتكلم عن العامل المادي، لكن كفكر وكده انت متقبل لفكره الجواز وشايف ان انت ده يعني استقرار وتبني بيت، صح ولا لا؟ اه طبعا الجواز والاستقرار ده اساس، لكن انا بقول لك الضغوط اللي بتحصل. الضغوط الماديه. الضغوط الماديه هي السبب ان الناس بتدخلي على البيت او الاسره. طب معلش ده انت جاي بتستر بنتي او يعني ده اكنك بتاخد حته مني. فما تحصرهاش بقى في الماديات. انا هحافظ لك على بنتك تيسير تيسير الزواج على الشباب. فانت طيب. لازم تبقى الاب لازم يبقى عنده مرونه والام تبقى عندها مرونه. صحيح صحيح. بشكرك يعني. شكرا جزيلا يا محمود، شكرا ليك. دكتور حسام بس هقول حاجه قبل ما نرجع. اتفضل. عايزه اعلق على حاجه محمود قالها. بصي يا نورهان، هو دلوقتي بيتكلم على الضغوط الماديه. طب انا هقول اتفضل. حاجه اولا هو اسقط المشكله كلها على البنت. ان البنت قاعده على السوشيال ميديا، البنت بتسمع للمذيعات، البنت اللي ما اعرفش ايه. فالبنت ما بقتش عايزه تتجوز. يعني انت عايز تتجوز ورحت قلت لك لا انا مش هتجوز. ولا انت كمان في تاثير عليك من بعض المشايخ وبعض الاعلاميين وبعض الاشخاص اللي واخدينها سبوبه وبيتعاملوا على اساس ان ايه عم. لا هو اتكلم عن الطرفين، ما قالش البنت. ورجع قال الاهل. قال الاهل وطلباتهم الماديه المتشدده. هو الاهل مش انت واخد حته مني، انت واخد بنتي اغلى ما عندي، انت لازم تجيب وتجيب وتجيب وتعمل وتعمل وتعمل.
دي هل البنت دي مشكلتها ولا مشكله الاب اللي كان في يوم من الايام راجل ورايح يتقدم لبنت واتحط في نفس الضغوط؟ اذا هي مشكله في الاصل عند الرجال وعند الاهل برضو. ما هما الاصل الاهل اللي هما الرجاله، لا وبعدين الشاب الحماه والحماه الاثنين. انا بتكلم في حته ان القوامه او الرفض والقبول بيجي من عند الاب واحيانا زي ما قلتي في اول الحلقه بيدخل بيت بيلاقي ان الام هي المتحكمه في كل شيء وصاحبه القرار وعندها قائمه طويله من الطلبات عايزاها لبنتها. في حالات معينه بس الدكتور فكرني بيها لان فعلا شفتها بس مش دي دايما. لكن اللي في الاصل الاب، الاب هو اللي بيتكلم. طب انت في يوم من الايام كنت شاب صغير، طب ليه ما تراعيش الشاب اللي كان زيك في يوم من الايام؟ فالمشكله عندك انت مش عند البنت. البنت تبقى عايز تتجوز، البنت تبقى الا لو هي البنت بقى واصله. مش دايما يا نوريان، احنا دلوقتي في حلقتنا بنبحث انه الخلل جاي من الطرفين. البنت احيانا هي عازفه عن الجواز والراجل ايضا عازف عن الجواز، مش عايزين يتحملوا مسؤوليه، كل واحد شغله هو اسمعي النهارده بنت تقول لك انا شغلي خط احمر، انا شغلي رقم واحد، مش بيتي، طب ما هو ده طبيعي، مش جوزي، مش ولادي. اه زي كلمه دكتوره شيرين غالب، انا كنت مع دكتوره شيرين غالب جدا في كلمتها لما قالت بيتك واولادك ثم حياتك، تقولك انت عايزه تكبتينا، انت عايزه. لا يا جماعه، الست دي بقت نقيبه اطباء. وعلى فكره الخطين دول متوازيين، عمرهم ما يتعارضوا مع بعض. انت ممكن تقدر تعمل مليون حاجه في نفس اللحظه. طبعا هي الست اصلا مالتي تاسك، يعني متعدد، تقدر تاخد كذا وظيفه في وقت واحد. صحيح. يمكن غير الراجل عليه فوكس انه في شغله بس، لو شغلتيه بحاجه ثانيه لا هيرتبك. لكن الست تقدر، ربنا اداها المقدره انها تبقى ام وتبقى زوجه وتبقى ناجحه بره وتشتغل وتربي وتودي تمرين ودروس وتعلم كل شيء. صحيح. فما تقوليش، يعني ما تسقطوش دايما المشكله على الست، لان ده مش حقيقي. مش حقيقي. احنا بنسقط المشكله على الست يا دكتور دلوقتي. لا مش البرنامج، اقصد عموما. ايه راي حضرتك؟ لا بص حضرتك، المشكله مش في طرف، مفيش اي طرف يعني هو المسؤول عن حاجه، مش حاجه اسمها كده. الاطراف. عده اطراف. الاطراف لما يكون بينها خلافات تلاقي جهه ثالثه خالص او رابعه او خمسه دخلت في القصه. ايه علاقه اساسا الاعلام بمشاكل اسره معينه؟ يعني ايه العلاقه؟ كل اسره عندها مشكله من نوع معين. كل اسره النهارده الجواز في حد ذاته والعلاقات دي تجارب فرديه وشخصيه، ما ينفعش اعممها. اعممها ازاي؟ ودي حلول عامه، ودي نصايح عامه، وانا غير مؤهل يا دكتور حسام. يعني النهارده انا لما اجيب دكتور حسام واساله انا باخد راي علمي، راي مستنير، راي من حد افنى عمرا في المشاكل وفي العلاقات، وفي تعديل السلوك وفي العلاقات الزوجيه والاسريه. لكن النهارده الى من استمع والى من يعطيني النصيحه؟ دلوقتي حضرتك الابن اللي بيبقى جوه البيت ده مش ده بياخد قيم ومبادئ بيعيش بيها؟ صحيح. كويس. لما دي تخفق تبقى متوقعه ايه من هذا الانسان؟ الانسان اللي بيعادي ابوه وامه عايزه تبقى النتيجه ايه؟ مش فاهم انا شخصيا. لما البنت اساسا ترفض انها تطيع اولياء امورها مثلا في حاجه وتمشي مثلا مش مظبوطه، ما انت عندك مشاكل اخرى. صحيح. وبرده دي موجوده. صحيح. اذا انا لما اجي احكم على المجتمع واطلع واشوف دي ظاهره جزء منها ولا حاجه عامه، اشوف اخلاقيات المجتمع كنسبه عاليه عامله ازاي، هي ماشيه ازاي اساسا. يعني ما ينفعش ابص على نماذج، ابص على مجتمع ككل. النهارده حضرتك طيب البنت نزلت للشغل كويس، انا بتكلم بس بكلمها هي مش بعلنها، يعني بينها وبين نفسها. طيب كم في الميه، انا بدي سؤال ملوش اجابه، كم في الميه حققتي ذاتك في وسط المجتمع الذكوري ده؟ كويس. انا اسف انا بقولها مش عايز اجابه، بس هي تكلم نفسها. طيب وبعد كده لحد امتى؟ وامتى تبداي حياتك بعد الصراع اللي انت عملتيه ده عشان توصلي لايه؟ انا اسف جدا، اي مجتمع في العالم، اي مجتمع اللي هم بيبصوا له، اقسم بالله العظيم ما المراه في اي مجتمع اوروبي او امريكي رغم ان هم عندهم هذا الانفتاح خدت الطب في هذه المجتمعات وتحدى العالم كله يقول لي فين ده؟ والسبب يا دكتور؟ السبب الوهم. الوهم حضرتك ان في حد بيربي الوهم ده عن بتعرفوا بيعملوا ايه حضرتك؟ عايزه السر الكبير جدا عايز تعرفيه؟ بيعملوا حاجه اسمها تكوين الصوره الذهنيه الوهميه عند الشخص. تعرفي ان يعني راجل او ست؟ لا الصوره الوهميه عند الراجل او الست. خدي بال حضرتك ان هي يا دكتور ايه النهارده او منها بايه؟ هشرح لك سر مش مكتوب في الكتب كله، اسمحي لي اكلمك عليه. البنت لما تيجي تتجوز وتيجي واحد يتقدم لها،
تعرفي حضرتك ان هي بصاله ازاي؟ مش لشخصه. امال ايه؟ اقول لك السر؟ لا، الصوره الذهنيه اللي كونتها عندها طول حياتها. يعني كونت شخص معين بمواصفات، لما جه ده يتقدم شافت جزء والباقي لا. بعد لما استمر الجواز وقعد شويه يحصل حاجه غريبه جدا، اللي هي ايه؟ الصوره الذهنيه اللي حطها مش هي دي على الواقع، فتقوم ايه؟ لا ده مش هو ده، وتبدا الدنيا تظهر المشكلات. انا اسف. والعكس، الشخص اللي حط الصوره الذهنيه عن الزوج او البنت اللي هيتجوزها هو شاف وتعامل والحاجات دي كلها، فكون صوره ذهنيه اللي هو الانطباعات عن البنت اللي هي، فشاف منها جزء بس اثناء العواطف، يجي لما يجي يكمل يلاقي ان هي مش هي دي خالص، مش حتى الجزء ده مش موجود. يكمل امتى يا دكتور؟ بعد الجواز يعني؟ بعد الجواز، يصطدم. ليه؟ انا بكلمك. طب هو ده طبيعي يا دكتور؟ لا يا فندم، ده مش طبيعي. هو ده طبيعي؟ لا يا فندم، بعد اذن حضرتك هقول لك. لا طيب، لا مش طبيعي. هرجع لحضرتك ونعرف مش طبيعي ليه. سامحني المداخلات كتيره. مين معانا؟ عايده من القاهره. مساء الخير يا عايده. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيكي يا عايده. اهلا بحضرتك. بصي يا استاذ، اتفضل. انا عايزه اقول لك بقى، السؤال معناه انتم الشباب مش عايزين يتجوزوا ليه؟ صحيح، لانهم للاسف بيشوفوا نماذج مسيئه جدا. يعني ما واحد يشقى ويتعب ويتجوز ويتجوز واحده ما تجيبش حاجه، وبعد ما يتجوزها مع اول خلفه للاسف تتشقلب الموازين، تتشقلب وتطلب الطلاق. عشان ايه؟ عشان تحقق احلامها ورغباتها اللي هي كانت عايزه توصل لها. تاخد كل حاجه، والراجل لا حول ولا قوه الا بالله. عايده، انت متجوزه وسنك قد ايه؟ لا انا مش، انا ده شخصيه قدامي. اه، بتتكلمي عن حاله قدامك. عن حاله قدامي. اوكي. يعني بعد ما شقي وتعب، اه، واول ما بقى اب، يعني انسان محترم. والنماذج دي على فكره كثيره قوي، معظم اللي بيحصل لهم المواقف دي. اول ما بقى اب، اول ما بقى اب ايه اللي حصل؟ الست بتتغير خالص، تطلب الطلاق. عشان للاسف ده، عشان ايه؟ يعني اول ما بتخلف بتطلب الطلاق؟ ايوه، عشان تحقق رغباتها اللي هي كانت اصلا متجوزه عليها، مش بناء بقى على الموده والرحمه. اللي هي ايه رغباتها يا عايده؟ انها يبقى عندها طفل، ولا انها ترجع تشتغل؟ قولي لي كده. بناء عن الطفل ده، للاسف ده ويطلع كده يا مولاي كما خلقتني. ودي نماذج كتيره انا شفتها بعيني. وبعد كده بعد ما تاخد كل حاجه ترفع قضيه تبديد، والاب يدوخ عشان يشوف اولاده. يعني هي دي النماذج للاسف. يعني تقصدي تقولي ان احد الاسباب ان الناس خايفه من المشاكل والقضايا وما يحدث بعد الزواج، مش كده؟ حضرتك تقصدي تقولي ان الناس خايفه من المشاكل اللي بتحصل بعد الجواز، فمش عايزه تتجوز. اقول لك واحد، انت يعني حبيبي مثلا ما تتجوز مثلا مستقر وكده، انا بعد ما اشقى واتعب اجيب تعب كمان للابن اللي انا هخلفه والبنت اللي هخلفها؟ يعني بيبقى ازاي طيب؟ وعلى فكره كل النماذج اللي بيحصل لها مواقف دي بتبقى انسان، بيبقى راجل محترم ومثقف، وعلى مش هقول لك على يعني على اعلى مستوى. تعرفي المشكله دي سببها ايه؟ طيب، شكرا جزيلا يا عايده، شكرا لمداخلتك. تعرفي المشكله دي حضرتك؟ تعرفي دي مشكله دي هي دلوقتي اللي هي منتشره دي، بتقول ان بعد ما الزوجه بتخلف ماشي. بس هقول لك حاجه، شبه تبرد او عايزه تحقق ذاتها. بص يا فندم، هقول لك الحكايه دي كتيره جدا في المجتمع، بس دي اسف جدا في اخفاق في التشريع في الحته دي. ازاي؟ مفيش محقق، اسمعي بقى الحته دي حضرتك عشان دي كلام مهم جدا لازم يسجل. مفيش حد بيحقق في كل حاله. يعني النهارده لما يكون واحده ليها اغراض مش مظبوطه او غير كده، لازم يكون في محقق الحاله دي، غير حاله تانية، غير ان الشخص نفسه هو مش مظبوط. محكمه الاسره يا دكتور، الأسرة نفسها وكده، مش بتحقق وتستمع الى شهود وتستمع الى الطرفين؟ لازم يا فندم ده يتم، عشان كل حاله يصدر فيها حكم مختلف مش عام. ودي نقطه مهمه. لا، وهذا لا يحدث. لا بصوا يا جماعه، بعد اذنكم، بعد اذنكم حضرتك، انا بربط ده كده ليه وبقوله كده ليه، ولازم يدخل فيه تشريع ويدي كل حاجه حالتها والكلام ده كله ليه؟ بص حضرتك، اتعلمنا احنا في حياتنا مفيش واحد عنده مشكله نفسيه تشبه التاني في الدنيا، في الدنيا كلها تتشابه ابدا، استحاله. مش كلنا متربيين زي بعض، ولا كلنا كل الظروف هي عامله زي البصمه، مش ممكن تتكرر. كذلك مشاكل البشر مش ممكن النهارده تعمميها بحكم واحد. ده القانون بتاع الاحوال الشخصيه. اه، لازم يحصل ايه حضرتك؟ لما يجي يحصل هذا الكلام، ما ينفعش انت هتسيب يبقى انت تاخد ايه ده؟ ما ينفعش بالسرعه دي. هتقولي لي الكم كتير، لازم توجدي اسلوب لاخر عشان تسمعي وتشوفي وتحللي عشان تعرفي مصدر المشكله جاي منين.
ما ممكن النهارده بعد ما يتجوز الكلام ده كله يقول لك الشقه اللي بتاع وشقه بتاع وهو يطلع انتوا بتحكوا. طب ولو سمعنا من طرف لو سمعنا من طرف الزوج يا دكتور حسام او من طرف المراه هنلاقي ان انا هنلاقي لا يعني حضرتك دلوقتي تتحدث يعني انه ممكن تكون المشرع انصف المراه على حساب الرجل. ادي حضرتك قرارات كويس عامه على مشكلات خاصة. ولو سمعنا من طرف الزوج ما ينفعش تشيلها او شيء نشوف يعني احنا حضرتك عندنا مشكله كبيره. انا لما بحلل المشكلات اللي بتيجي مش ممكن ابدا مش من ناحيه القانون من ناحيه الواقع اللي اتولدت فيه المشكله والظروف وكده طلع لها حل واحد حل عام يطبق على الجميع يطبق عليها قانون واحد. هو كان يا دكتور برضو في كان قانون او كان هيشرع قانون اللي هو عرض الزوج والزوجه قبل الزواج. ده السؤال ده سؤالنا اللي جاي على عرضهم على طبيب نفسي او اختبار نفسي يثبت مدى سلامتهم النفسيه قبل ما يدخلوا في الجواز. ولو طلعوا ما ينفعوش يعني بص هنقتلكوا هنشنقكوا لو طلعوا ما ينفعوش بقى مين سفرها بلد مين اللي هيفرق بينهم؟ سفروهم ابعدوهم عشان بيرازونا احنا بعيال وهم. طيب نورهان لساعات البنت بتبقى متأكدة تماما ان هذا الشاب لن يصلح بعد الزواج وان هم مختلفين في حاجات كتيرة وبتتمم الجوازة وبتستمر في العلاقة. الحب بقى دي الحتة العاطفية اللي بتبقى البنت مولودة بيها لغي العقل خالص ما فيش اصلا ودي يعني. طب في طبع عند الرجل طبع ما ينفعش يتجوز ده تعرفي ايه؟ طبعًا البخل. لا ده بشع يعني. معلش انا اسف. البخل والاعتماديه ما انا بقولك البخل يعني ممكن تخيلي حضرتك بقى انت عدم تحمل المسؤوليه الاعتماديه المراه. احنا عملت حاجه اسمها الاختلافات النفسيه بين الرجل والمراه. اكيد كلهم يعني مفيش مراه الا عندها قبول اللي عندها اساسا تركيبتها في انها دايما تبقى اخذه يعني دايما عايزه تاخد. هي عايزه تاخد ده شيء تركيبه مراه ربنا خلقها كده. وتركيبه الرجل برضو العطاء هي القوامه بتاعته اساسا ماشي. هي قوامه انفاق. انا بشوف العكس. انا بشوف الست طول الوقت اللي بتدي والله والست يعني بتدي برضه والست بتدي لكن احنا حنيه نورهان في العلاقه الزوجيه في العلاقه الزوجيه لا يجي المجي مهم جدا ده الحته الكبيره في اللحمه ولا في البطه مش عارفين لا الاحتياج حضرتك الاحتياج ده في ناحيه ايه؟ يعني ايه بتحتاج؟ بتحتاج الحنين والحب والعطف وبتحتاج المادة صحيح تركيبتها بدليل هقول لك الدليل. المرأة ممكن إنها تاخد من أبوها وأمها بلا خجل. المرأة ممكن تاخد من جوزها تاخد من ولادها ما عندهاش الخجل. أنا آسف يعني ده مش خجل بالنسبة لها هو ده الأخذ بلا خلاص ده حق يا دكتور ده حق من حقوق المرأة تاخد من جوزها يا فندم ربنا ربنا خلقها على حتة الأخذ ده يعني أنا ما بجيبش حاجة إنها تطفل ولا حاجة ما هي ده حق. هي بس على فكرة بالزبط. بقى يا دكتور عطاء الأم والمرأة حتى وإن لم يكن ماديا حتى وإن لم يكن ماديا أكتر بكتير زي نوران ما بتقول. طب هي عندها صبر قوي في المشكلات اللي بتيجي من زوجها كتير. طيب تتحمل معنا تتحمل معنا مداخلة. طيب هنرجع لنا اتفضل يا دكتور. فالفكرة كلها بص يا فندم لو احنا سألنا أي رجل أو أي امرأة أنت تعرف الفرق بين ده وبين ده إيه؟ طيب بين إيه وبين إيه يا دكتور؟ أنت تعرف الفرق ما بينك أنت كرجل وبين المرأة؟ هل أنت تعرف سيكولوجية الرجل سيكولوجية المرأة؟ ده لازم يا فندم لازم تمحي أميتهم. أنت هتعامل واحد تاني عنده طباع مليون في المية مختلفة. لو أنا سألت أي بنت قلت لها أنت هتتجوزي ليه اخترتي ده؟ كويس بص حضرتك لازم نقول للبنت نعرفها في حياتها من لابوها وامها ولا مجتمع عايزين احنا نقول لها كده في اي حته نقول لها ايه حضرتك انت عايزه ايه من الرجل خلاص حب والحنان خلاص ده بيبقى فتره ودنيا بتتغير وبقى موده ورحمه عايزه ايه من الجواز يا دكتور انت عايزه ايه من الجواز ترتبي لي اولوياتك دكتور حسام معلش معانا مداخله ناديه السلام عليكم ناديه من الجيزه عليكم السلام اتفضلي يا ناديه تحياتي لحضرتك والاستاذ والاستاذ اللي مع حضرتك اهلا بيكي يا ناديه شكرا جزيلا اتفضلي بك يا فندم حضرتك الحلقه يعني مش عايز تتجوز ليه؟ مش عايز الشباب يعني مش عايز يتجوز ليه والبنات مش عايز تتجوز بتقول ان هو الراجل المفروض ان هو يدي ايوه هو يدي بس المفروض يعني انا شفت نماذج قدامي ثلاثه بعض الجيران وبعض الاقارب الراجل بيتجوز وليه مرتب كويس ويعني ومكفي بيته من كل شيء هي مش هتهف وخلاص أي. المفروض ان الست لا يكلف الله نفسا الا وسعها طبعا انت اتجوزتي وعرفتي مرتب زوجك اكيد المفروض طبعا. ان انت تمشي على قده صحيح يعني انا قدامي حاله تقول له هات 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 لحد ما يعني خلاص بقى يشتغل يعني يطلع من شغله يشتغل شغلانه ثانيه وتقول لامه
ابنك ده ما كانش يجيب جواز، ليه يا بنتي؟ عشان مش بيجيب معرفش كذا وكذا وكذا، يعني بتطلب متطلبات. طيب وهو يعني هو كويس معاها في يعني هو كويس، بس هي هي مركزه على الناحيه الماديه، انه في تقصير في الناحيه الماديه؟ هي مركزه على الناحيه الماديه، يعني مش عايزه على طول هات 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 جي بطريقه مش ممكن. والناس بيحسدوها عليه، بتجيب لها كل شيء لدرجه ان هو اتداين علشان يجيب لها كل اللي هي عايزاه. حمل نفسه فوق طاقته. اي الاسبوع جه حاضر حاضر، بس هو يعني ايوه انا مع حضرتك ان الزوج بيكفي بيته وكله، بس يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. صحيح. اللي حضرتك مش معايا. طبعا ولينفق ربنا سبحانه وتعالى قال ولينفق كل ذي ساعة من ساعته، يعني كل واحد أيوة يصرف على قده. ايوه صحيح. يعني انا يعني انا اخوه رفض يتجوز، قال له لا عشان ما بقاش كده، ويجي من الشغل يخرج من شغله هنا، يروح على شغله هنا ويجي اخر الليل نايمه، خش عندك الثلاجة اعمل لك بطين، خش افتح لك علبة تونة، زي ما بقول لك كده الله على ما اكون شهيدا. يعني ده اسمه اسلوب. يعني الست مش قايمة بمسؤوليتها وفي نفس الوقت متطلبة طول الوقت. لدرجة بعد كده طبعا انفصلوا. انفصلوا بعد كده ومعاه اولاد وما بيتورهمهوش وكل ده بسبب عايزة هات هات فوق طاقتها. طب حضرتك ما حاولتوش تصلحه او يعني حكم من اهلها وحكم من اهله وحاولتوا تصلحه وحاولتوا يعني توفقوا بينهم قبل الانفصال؟ الناس كتير حاولت توفق ومفيش فايده، هي اهلها اي بالذات ان المشكله محدده، يعني في حالتكم المشكله محدده. بصي حضرتك حتى اسلوب اهلها، يعني لو معاها تقولها لا تعملي لي اكل مثلا، حطي لي اكل او مش بتاعه تبتسم، يا ماما انا نايمه تعبانه، تقولي لا حطي لي اكل، تقولي هاتي شنطتك وتعالي. هل هذا اسلوب؟ لا طبعا. بس بعد ما بكون حضرتك ايه، انا بايد الاستاذه اللي معلش نسيت اسمها، اللي هي الاستاذه الفاضله اللي اتصلت من شويه. ايوه اللي اتصلت من شويه. ايوه 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 هي كلامها كده صح ومظبوط. ان هي بتبقى حققت غرضها، وهي فعلا قالت انا بقيت ام وخدت كل اللي انا عايزاه وخدت شقتي وخدت عفشي خلاص. هي بقت ام وخدت كل اللي هي عايزاه، بس اكيد دخلت في تجربه فاشله يا مدام ناديه. خسر طبعا. طيب عايز اقول لحضرتك حاجه، دكتور حسام عايز يسال حضرتك سؤال، اتفضل يا دكتور. انا مش بنعمم. لا اتفضل يا دكتور. دكتور حسام هيسالك حاجه. كويسه ومحترمه بس مش كله طبعا. اسال حضرتك سؤال صغير بس. ايوه يا فندم. مش حضرتك ام الشخصيه دي؟ ام الشخص ده؟ يعني ام الشخص دوت حضرتك اللي انت بتتكلمي حضرتك الحما والده الزوج؟ لا هو قريب ليا. قريب. طيب. هقول لك على حاجه صغيره بعد اذنك، يعني مليون في الميه الاكتشاف اللي تم دوت كان ممكن ان احنا نطمن ونسال ونستقصي. انا اعتقد لو استقصينا على اي شخصيه في الدنيا هنوفر مشاكل كبير بعد كده. الاستقصاء في المجتمع بتاعنا ضعيف جدا. كان زمان بنسأل على الشخص دوت أسئلة عشان نوصل للدقة. النهاردة أنا عمري ما بسمع إن الأهل بيسألوا على الراجل أو الست. يا دكتور لأن الاتنين بيقولنا عارفين بعض وعايزين بعض وحابين بعض. هنسأل إيه؟ متقبلين وسائلين وسائلين بعض وزايرين أهل بعض وعاملين كل حاجة. إحنا يعني إحنا أب وأم لينا من حقنا إن إحنا نوصل. يعني خدي بال حضرتك، اعملوا اللي انتوا عايزينه، انما خدي بال حضرتك بقى معلش ارجوكم عشان خاطري. اتفضل. لما يجي عندي ابن او بنت يقول لي احنا اتفقنا، اسف جدا الكلام ده ما ينفعنيش. انا راجل لما مش انا يعني انا بتكلم كاب وام، هيرد لحضرتك يا بابا يا بابا دي عقليه رجعيه دي انا النهارده احنا اخترنا بعض خلاص. انا بزرع اب وام يا دكتور. الجيل اختلف، فكرة ان زمان طيب. لا يعني لا طب ده بقت بتسيب بيت اهلها وتروح تتجوز. يبقى عايزين ايه؟ يبقى ناسي جدا. هو بقى هتجوزها يعني هتجوزها وده بيت ابويا وانا. اذا حضرتك هتبني بيت بدون اساسات، مش هقدر اقول اكتر من كده. ان خلاص فكرة ان وبعدين لو الاستاذ لا يا بصي يا نورهان، انا لاحظت انه يعني في اتنين سيدتين تشعري ان هم يعني في منتصف العمر اتصلوا بينا، احنا شكينا ان هم ممكن يكونوا الحما او الحماه، بيقولوا لك انه الاثر السلبي للتجارب الفاشله للجواز لاولادهم او لاولاد اخواتهم او اللي شافوه مخلي بقيه الشباب اللي في العيله مش عايزين يتجوزوا. طب ما هو ده بقى الحكم الخطا. طب ما تعالى خط الاختيار. هل كل المجتمع بيسيء الاختيار؟ انت معاييري للاختيار غير معاييرك للاختيار. انت اخترت واحده شكلها حلو لكن اخلاقها مش حلو،
وبعدين في حاجه يعني انا اعتقد استاذه ناديه اللي هي بتتكلم ان هي عايزه طول الوقت، دي أسوأ صفه في الست بعد الراجل البخيل، الست الطماعه. طيب او الست المتطلبه اللي بتكلف جوزها فوق طاقته. انت بالظبط ما شفتهاش في فتره الزواج هتكتشفها ازاي؟ عايزه بيبي حضرتك، دي هتكتشفها ازاي قبل الجواز؟ لا يا فندم بص، ما هي دي النقطه المهمه جدا. وكم من التمثيل يا دكتور بيحدث قبل الجواز وفي فتره الخطوبه وفي فتره التعارف؟ الناس انا اسف احنا عملنا الكلام ده وطبقناه بالفعل. طب اختبارات يا دكتور حسام، قول لي نعمل ايه؟ اه بالظبط، ايوه قول لي اختبارات. خدي بال حضرتك، زياره الخطيب ما هو لازم نعرف ده اكتر من البنت. انت هتروح لازم تقعد في وسطيهم وتحطهم في مواقف وتيجي تعرض عليها موقف وتشوف رد فعلها، اسئله وحصل، وتتكلم في موضوع وتشوف رد فعلها، تقعد مع اخواتها وتشوف رد فعلهم في المشكلات وتوجد الحوارات، ما تروحش تعمل الزياره وتاكل وتشرب وتخلع. دي مش هو ده الاختبار. نوجد مره هنا ومره هنا. طب احنا جايين موقف ضاغط، مش احنا انفتحنا يا فندم؟ مش احنا انفتحنا طبعا. يبقى الزيارات زمان بعدم الانفتاح كان بيطلع منها النتيجه دي، فما بالك النهارده بعد الكلام ده كله مش هتبقى اقوى واسهل؟ بس يبقى عندهم يا دكتور اذنيه للزواج وما يبقوش عازفين عن الزواج ويدخلوا بقى يعملوا كل الاختبارات اللي حضرتك بتقولها دي. قولي لاي حد حضرتك كلمه واحده مهمه جدا. بصي شوف الكلمه دي سؤال والله هيجاوب عليه كل الناس هتبقى تستريح. اطلبي من البنت لو سمحتي رتبي لي اولوياتك في الزواج وفي طلباتك من الزوج بتاعتك، رتبي لي اولوياتك. انا ما بقولش حاجه صعبه. انت عايزه تتجوزي ليه؟ سمبلي كده، انت عايزه تتجوزي ليه؟ يعني مثلا ايه؟ عايزه بصي عايزه واحد طيب، يبقى البريوريتي بتاعها طيب. امين. كويس؟ راجل عنده مسؤوليه. انا اسف يا فندم، اكتبي كده. وده دايما اول سؤال تساله لاي بنت، انت عايزه صفاته ايه؟ تقول لك يكون راجل. لا يا فندم ما تنفعش من الدماغ. بقول لك اكتبي. راجل دي اتكتب فيها اكتبي يا نور. انا عايزه هل هي مفهومه بالنسبه لك؟ انا بالنسبه لي يندرج تحتها حاجات كتير. حضرتك عايزه ايه بالظبط؟ هو راجل، الراجل ده اللي هو ايه؟ السند، الحمايه. لا لا رتبي، عايزه حد اعتمد عليه، عايزه حد اعتمد عليه وقت ما احتاجه. رتبي لي كل صفه. وصلتيهم 10 20 براحتك خالص، بس رتبي لي الاولويات ديت. شفتي حد لسه اهو؟ شفتي حد؟ ما انت دي قبل انت ما تشوفي، قبل ما تشوفي يعني، انت دي تعمليها في حياتك قبل ما تشوفي، مش بعد ما تشوفي ترتبي اولوياتك على اللي انت شفتيه. ايه ده؟ ده كلام هايل يا دكتور. هو انا بقى العاطفه؟ لا تروح مقطعه الورقه. انا بتكلم العقل قبل العاطفه، قبل ما تشوفه يعني، قبل ما تشوفه. انا واضح جدا في كل كلمه. قبل ما اشوفه يعني مش هغلب ده قبل ده، هرتب ده. كويس. شفته؟ خدي بالك، شفته اشوفه هل معايا في الاولويات دي ولا هو جاي لي من تحت لفوق؟ تعرفي لو اتعملت دي انا حليت لك المشكله خالص. والولد يعني انا مش بعد ما اتعرف عليك، تعرفي ليه بقى؟ تعرفي ليه قبل مش بعد؟ اقول لك ليه. لان كل ده هتتغاضي عنه عشان انت حكمتي القلب. انما انا جايبك قبل ما تشوفيه خالص وترتبي لي ده بالعقل. بالعقل ده بقى جواز صالونات. بس هقول لحضرتك، هو على فكره هو الجيل بتاع النهارده ماشي بالعقل. الام اللي بتمرن بنتها على ده، لان انا شفت ده. ان الام تيجي من بنت مثلا بدايه المراهقه تقول لها بصي احنا عارفين ان ده سن مثلا البنت بيبقى يحصل انجذاب ولازم هتحبي ولازم حد. اول حاجه تحطيها في دماغك ان اللي تحبيه هتتجوزيه. تاني حاجه تحطيها في دماغك في عيوب، ان ما إن تاني اللي هتحبي، ما هو انت عشان تحبي واحد وتتجوزيه لازم يكون اول حاجه مناسب ليكي اجتماعيا. بنت النهارده، بنت النهارده يا نورهان هتستمع لهذه النصائح. البنت على حسب بالطريقه مطلبت. بالطريقه التقريريه دي تعالي اقول لك انت هتعملي. انا عملتها إيه؟ انا عملتها ونجحت. هي احنا لسه بنمشي بنحضر. لا يعني لسه بدات. طب ممكن اقول لك على حاجه؟ هفجر مفاجاه لكل المشاهدين دلوقتي. اسمحوا لي. لا هفجر مفاجاه للجميع وانا بتحمل مسؤوليتي. اتفضل يا دكتور. يا جماعه دكتور حسام هيفجر قنبله دلوقتي. قنبله دلوقتي واحنا اتنين ستات بس هنستمع للمفاجاه والقنبله. اتفضل. مفيش بيت في جمهوريه مصر العربيه ايوه عنده ولد او بنت عدى ال 10 11 سنه الا ومختلف عن اسرته فكرا وفهما بيحبوا بعض. انما مختلفين. اتفق طبعا. ومن قديم الازل يا ما ثاني ما ثاني اختلاف اجيال. كويس. ومن قديم الازل. تعالي بقى نمسك الحته المهمه جدا. ازاي اسمع لك نصيحه وانا في الـ في الـ في, الـ في, الـ في, الـ في, الـ في
في سن المراهقه. ارد على حضرتك وانا اساسا انا هستاذنكم الاثنين دكتور الحلقه بقت تفاعليه وسخنه جدا. ومعانا دلوقتي احنا وصلنا معانا مين من المنيا؟ علياء من هنا. اهلا اهلا يا علياء، مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك يا علياء، اتفضلي. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. بس لو سمحت يعني معلش عايزاكم تطولوا بالكم علي شوي. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي. بصي انا يعني زوجي متوفى. ايوه. وعندي بنت عندها 21 سنة. عندها ايه عليا معلش؟ 21 سنة. 21؟ ايوه. المهم يعني وفاة ابوهم عشان هو توفى وهو صغيرين يعني اثرت عليها نفسيا. ايوه. فهي مترددة في كل حاجة. وهي يعني لحد ما فيش حد تقدم لها، ومن فترة كده تقدم لها واحد. اوكي. فحصلت مشاكل، فانا ايه يعني نهيت الموضوع اني انا مثلا قلت خلاص كده لانه هو مش هينفع. بعد كده من ساعتها متأثرة نفسيا تعبانة. البنت عشان معلش يعني عايزة اعرف ايه المشكلة، البنت نفسيا اتأثرت بعد ما نهيت الخطوبة او نهيت الشاب اللي كان متأثر؟ بتقولي انه انا السبب. ما يعني دايما منطوي، حابه انها تقعد واحد يعني قاعده واحده على طول. ليه نهيتيها يا علياء؟ اكتشفتي ايه خلاكي تقولي ده مش هينفع ابدا؟ طيب هي الخط فصل. كمان بتقول ان البنت باباها توفى وهي صغيره فعمل لها هزه نفسيه. عمل لها هزه نفسيه بعدين هي بتقول لا هي واضح يا دكتور دلوقتي بتقول البنت بعد الام ما فركشت العلاقه، البنت قاعده محبطه طول الوقت وقاعده لوحدها ومنطويه. هي ممكن تكون دخلت في حاله اكتئاب مثلا. بص حضرتك هو في نقطه مهمه جدا، شكل العلاقه اللي كانت مع الطرف ده ما هو في حاجه كتير قوي. شكل العلاقه كانت توطدت قوي لدرجه ايه محدش يعرفها. كويس. السبب دوت كان ايه؟ السبب انها مادي ولا شافت هي اخلاقها؟ طب احنا نحاول نساعدها يا دكتور، هي كده كده العلاقه اتفركشت والبنت في حاله نفسيه سيئه، ازاي نساعدها؟ لازم البنت اساسا تسمع ان اي فركشه في الدنيا في افضل. يعني انا النهارده ربنا سبحانه وتعالى عمل شيء في حاجه مش مظبوطه، ربنا مقدر كده. ازاي انا ما اتوقعش ان اللي جاي افضل من ده؟ ليه انا حاطط في دايما ان انا اي حاجه بخفق ليها هي دي الافضل من حاجه كبيره ضاعت مني؟ يا دكتور ان البنت عندها ازمه من وهي صغيره، فالاشخاص اللي بيبقى عندهم مشاكل من هم صغيرين بتكبر معاهم. بس هي نوران هي مقبله على الجواز وبس هي زعلت لما هي الموضوع. مش هتبقى مريضه بس هي كانت في اول المداخله قالت بنت اتهزت نفسيا بعد وفاه والدها، فبقت طول الوقت اكيد بتدور على والدها في راجل، فلما لقيته مامتها شافته مش مناسب. فالبنت دلوقتي هتشوف مامتها السبب اللي هي هدمت لها الشكل اللي كانت شايفه فيه والدها، فهتتعامل مع امها بشكل عدواني جدا وهتشوف ان امها بس زي الدكتور ما بيقول برضو نورهان ان هي ما تعرفش الخير فين، وان هي ما تعرفش ممكن تكون العلاقه اللي اتفركشت دي هي ما هي عندها مشكله نفسيه دلوقتي مش لازم في بص عليك اعتقد هي محتاجه مساعده يا دكتور. بص يا فندم انا هقول لك على حاجه بصراحه، مفيش مشكله نفسيه عند حد زي التانية، ولذلك هي ملهاش حل في الدنيا غير جلسات حد يسمع لها يحلل لها صح علشان يقدر يوصل لها. هي السلوك المعجز لان التركيبه نفسها بتاعت مشكله اي حد هي جواه ممكن تكون ترتيبها غلط جوه الدماغ، فتفضل دايما الموضوع ده هو اللي حاكمها. فده شيء طبيعي جدا، يعني اي حد ممكن نقدر نسمع له نحلل له الكلام ده كله نرتب له الموضوع ده تتحل. والحقيقه يعني برضو انا يعني سامحوني، كل المشاكل النفسيه اذا عولجت عند طبيب مخ واعصاب تبقى فاشله لان بياخد عقاقير. لا حضرتك انما المشاكل اللي تعالج عند طبيب نفسي اخصائي نفسي مش مخ واعصاب. لا هو الطبيب الطبيب النفسي بيدي عقاقير برضه. لا الطبيب النفسي الاخصائي ما يديش. اخصائي اللي هو سلوك نفسي سلوكياتي والسيكولوجي ده هو بيعمل سيشنز جلسات. برافو عليك. هو ده لكن الناس معظمها للاسف بتروح نتيجه التوتر والقلق والكلام ده كله تروح لمخ واعصاب يديها ادويه مهدئه فبتتحلش المشكله ابدا. دكتور حسام احنا وقت بيدهمنا للاسف الحلقه يعني مشوقه والموضوع ساخن، روشته سريعه قولي حضرتك. الحقيقه نرجع لقيم المجتمع. اين الاب؟ اين الام؟ اين القيم؟ دكتور حسام طب انا هسال حضرتك الزواج مؤسسه هامه ولا لا؟ لا ده هو المجتمع. هو المجتمع. ما هو الطوبه بتاعت المجتمع هي اسره. تكوين الاسره واعمار الاسره و لا تكوين الاسره. تكوين الاسره صح. نفسيا واجتماعيا
والحد الادنى من الماديات. من الحد الادنى من الماديات. اذا انت طيب كونتي لي ده علشان برضو نورهان روشته سريعه لعزوف الشباب والشابات عن الجواز. ارجعوا لشوفوا اهاليكم كانوا بيعملوا ايه. جميل. البنت حاولي تخفضي سقف توقعاتك لان الزمن ضاغط جدا. الراجل ما تحاولش تدور على والدتك او حاجه معينه في دماغك لان الزمن اتغير. قربوا من بعض، حبوا بعض، خلي فيه ود ورحمه بينكم. جميل. ده عمود واساس البيت الحقيقي. جميل. وما نخافش من الجواز وما نخافش من الاقدام على علاقه، يكون عندنا النيه ونعلم جيدا ان اعمار الارض ومؤسسه الزواج، فكره الزواج في حد ذاتها هي اساس المجتمع. في نهايه الحلقه ارجو ان نكون قد افدناكم، اشكر حضراتكم شكرا جزيلا، والتقي بكم الاسبوع المقبل ان شاء الله في حكايات ادم وحواء. كنت معكم دعاء الجزار، اراكم السبت القادم، الى اللقاء.